السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نديرو واحد النوع اخر من البيتزات. هذا النوع هذا ان شاء الله غادي نديرو بسمك ديال السردين. غادي نحتاجو ليه العجينة ديال البيتزا، هي العجينة العجيبة اللي درت هذا، انا كنخدم بها دائما لاباط ديال البيتزا. وغادي نحتاجو كذلك لواحد قليل من السردين. هاد السردين انا خديتو درتو في واحد كمية ديال الحامض والخل، خليتهم في هاد الخل والحامض، يعني حتى تيولو هكا، يعني كيولو طايبين، تيولي السردين طايب يعني، وكيحيد منه ديك الزفورية اللي كتكون فيه، وكيجي بحال الطريقة هذه. من بعد غادي نحتاج لواحد البصلة، بصلة اللي انا شحرتها شي شوية باش تبان لي غير شي شوية. نحتاج كذلك الشامبينيون، شويه ديال الزعتره، لاصوص الصلصه الحمراء ديال البيتزا اللي سبق لينا وصيبناها. وغادي نحتاجو كذلك الموزاريلا، موزاريلا غادي نحتاجو فيها موزاريلا تكون محكوكه، وموزاريلا غادي يكون يعني على الطول. وغادي نحتاجو كذلك الفرماج الحمر. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو، وزيت الزيتون اللي غنديرو من بعد ان شاء الله من نخرج لينا من الفران. غنشوف الطريقه باش اننا نقادو العجينه ديالنا. خدينا العجينه العجيبه اللي سبق ليا وعطيتكم المقادير ديالها، ورقتها، خديت دوك الشرائط ديال الموزاريلا، استفتهم على هذا الشكل هكا، وغادي نطوي واحد شي شويه ديال العجينه عليهم باش يعني يكونوا مخبيين، يعني بحال هذه الطريقه هكا نلف عليهم العجينه، لان الموزاريلا ملي كطيب كتولي يعني مطاطه، يعني كتولي بحال كتعطينا ديك الشكل اللي كنلقاو ملي كناخدو بيتزات، يعني في الاماكن ديال البيتزا كتبقى تجبد لينا وكتعطينا ديك التعليكه الزوينه. كنديروا لها هذه الطريقه صافي. ومن بعد غادي نتقبو العجينه ديالنا بالفرشاط باش ما تنفخش، لان الا ما تقبناهاش غادي تعطينا تجينا بيتزا بالعجين بالخبز ديالها يكون غليظ، لان موجودين يعني البيتزات كاينين اللي عندهم القاعده ديالهم غليظه، وكاينين اللي كيكونوا رقاق. بون انا كنبغي العجينه يعني الخبز ديالها يكون رقيق. غادي دابا نصفوها، غادي نمشيو للطريقه ديال اننا نمونطيو هاد البيتزا. غادي نديرو الصلصه كالعاده، انا كتعجبني الصلصه تكون شويه كثيره، بما اننا في دايرين هاد الصلصه، دايرين فيها الخضار ودايرين فيها كلشي، فمزيان ناكلوها يعني معليش نكثروها. من بعد غادي نضيفو ليها، غادي نديرو عليها البصل، يعني نشد هذاك البصله ونرميها في وسط من هاد قاعد بحال هكا، نوزعها باش كل بلاصه تاخذ ليا يعني قياس. نديرو الفطر المأكول، ديروا الموزاريلا، الموزاريلا كتذوب وكتعطينا ديك المطه اللي كتكون في البيتزا. الفرماج الاحمر غادي نخليوه حتى الاخر، يعني حتى تطيب لينا البيتزا، ومن بعد عاد نرميو عليها داك الفرماج باش يبقى سايح فوق منها وما يقسحش. دابا غادي نمشيو اننا نديرو هذا السمك ديالنا بهذه الطريقه هذه، يعني نبقى نديروه بالطول لانني انا قطعته طولي بحال هكا.
صافي ستفت انايا داك السردين ديالي، غادي نهز واحد شويه ديال زيت الزيتون ونبقى نديرو هكا فوق منه، فوق من هذا السردين ديالي. صافي دابا غادي ندخلو هاد البيتزا في الفرن، كيما كنقولو الفرن يكون سخون مزيان، كنكون سبقنا اننا سخنا الفرن ديالنا، ما نبقاوش لاخر لحظه عاد نبقى نسخنو الفرن. ندخلو الفرن يعني 220 درجه، ونخليوها يعني غير تشد لينا دغيا كطيب، يعني ما كتاخدش لنا بزاف ديال الوقت. منين نبغيو نخرجوها عاد نديرو عليها الفرماج الاحمر باش يذوب. البيتزا ها هي صافي خرجتها من الفران كما شفتوا، هي طابت لي العجينه، وقبل ما نخرجها من الفران رميت في عليها الفرماج الاحمر ودخلتها الفران وطفيته وخليته باش يذوب، ما خليتش الفران يعني شعل. غادي ناخذ شويه ديال الزعتران نديروها فوق منها بحال هكا، كتعطينا هذيك النسمه زوينه. ومن بعد نديرو عليها شويه ديال زيت الزيتون، غادي ندوروها على ديك الحاشيه اللي درنا فيها داك الفرماج ديال الموزاريلا، ندهنوها بحال هكا بانسو هكا. الا كانت عندنا ديك الزيت اللي كان صايبو ديال البيتزا، يعني زيت نديرو فيها الزعتره، نديرو فيها ورق الراند ونطيبوهم ونخليوهم في واحد القراعي يبقاو عندنا، وندير فيهم الفلفل الحار ونخليوهم يبقاو عندنا دائما. وقت ما بغينا نديرو بيتزا نهزو دوك القراعي نحطوهم يعني معنا فوق الطاوله، اللي بغا كيسربي. كتكون الزيت حاره وفيها النيت منسمه. هذه هي البيتزا ديالنا اللي درناها بالسردين، كنتمنى تعجبكم وتطرق لكم. بصراحه انا كتعجبني هذه البيتزا، واخا ما فيهاش بزاف ديال الخضر ولكن مع الايام فيها السردين، انا كتعجبني بزاف. غنقطعوها شهيتكم في هذه البيتزا روعة. كنتمنى يعني هذه البيتزا هذه تعجبكم وتجربوها. كتشوفوا هذه البلاصه هذه اللي لفينا فيها الفرماج ديال الموزاريلا، يعني كيتعلق روعة. بالصحة والراحة، ونتلاقاو ان شاء الله في نوع اخر ديال البيتزات، يعني ان شاء الله ندير واحد سلسلة يعني ديال البيتزات انواع ديالها. نتلاقاو في فيديو اخر، وما تنساوش تشاركوا معايا باش يوصلكم دائما الجديد ديالي وقناة تعلم الطبخ المغربي بوكرن. مع السلامة.